اليوم شركة أوريدو أطلقت رسميا استعمال الـ IPv6 النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت في شبكات الاتصالات الجوالة والقارة. هو أول مشغل إلى حد الآن يستعمل الخدمة هذه في شبكات القارة والجوالة، وهذا معناها يندرج في إطار استراتيجية لخدمة عليها الوزارة للتسريع في الانتقال التدريجي للـ IPv6. احنا في الفترة شهرين من زمان وصلنا نسبة الاستعمال وصلت 7%. تونس توا في اعتماد بروتوكول الـ IPv6، تترأس شمال افريقيا والمنطقة وترتيبها جيد على المستوى الافريقي، وان شاء الله من الاخر السنة وبداية السنة الجاية تولي بلادنا منها الاولى في افريقيا وفي المنطقة متاعنا. وهذا مؤشر مهم اللي يعكس منها تمركز تونس في خريطة العالم الرقمية، ويزم تونس ترجع منها في الصدارة في كل ما يخص الاستعمالات الرقمية والخدمات الرقمية. إضافة إلى خدمة الـ IPv6 سيدة أريد اليوم يطلق خدمة جديدة اللي هي الـ Voice over LTE اللي هي مهمة، اللي أول مشغل من اتصالات في تونس يطلق الخدمة هذه. وكما شفتوا في العرض اليوم معناها هذا يكمل جملة الخدمات اللي قاعدين يوفروا فيها مشغلي الاتصالات لمستعملي هذه الخدمات. وهذا راهو كله يندرج في استراتيجية وطنية تقع تشتغل عليها الوزارة لتطوير شبكات الاتصالات وتطوير منها الخدمة لجميع منها المواطنين أينما كانوا، وتنويع منها خدمات الاتصالات وجودة الانترنت. خاطر احنا ما نجموش نحكيه على خدمات رقمية إذا كان ما تكونش الشبكة جيدة ومتوفرة وتوصل لجميع المواطنين بالجودة الكافية وبالامتداد الكافية لهذه الشبكات. تطوير الشبكات هذا يندرج في إطار الإدماج الرقمي، الإدماج الرقمي اللي سهل الإدماج المالي واعتماد الخدمات الرقمية واعتماد المنظومات الدفع الإلكتروني. دونك كما قلت من هذا يندرج في سياسة منها وطنية تشتغل عليها الوزارة لتطوير الشبكات والخدمات ونشر الثقافة الرقمية بالاستعمالات هذه البسيطة متاع الوسائل والخدمات التكنولوجية.